متن الشاطبية المسمى حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، نظم أبي محمد القاسم بن فيروه ابن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسالا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبالا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العالى. وبعد فحبل الله فينا كتابوه، فجاهد به حبل العدا متحبيلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبيلا، وقارئه المرضي قر مثالوه كالترج حاليه مريحا وموكيلا. هو المرتضى أمان إذا كان أماتا، ويممه ذل الرزانة قنقالا. هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبالا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضيلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتالا. يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلان إليه موصلا. فيا أيها القارئ به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التج والحولا. فما ظنكم بالناجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة المالى، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبغ نفسك الدنيا بأنفسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسالا. فمنهم بدور سابعة قد ساطت سماء العلا والعدل زهرا وكمالا، لها شهب عنها استنارت فنوارت، سوادت دجا حتى تفرق وانجالا. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثيلا، تخيرهم نقادهم كل بريع وليس على قرآنه متأكلا. فأما الكريم السر في الطب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. وقالوا نعيسى ثم عثمان وارشوهم، بصحبتي المجد الرفيع تأثالا. ومكة عبد الله فيها مقاموه، هو ابن كثير كاثر القوم معتالا. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبولا. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. أفاض على يحيى اليزيدي سيباه، فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمرو الدوري وصالحهم أبو
شعيب هو السوسي عنه تقبالا. وأما دمشق الشام دار ابن عامير فتلك بعبد الله طابت محلالا. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقالا. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثات أذاعوا فقد ضاعت شدا وقرنفولا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضالا. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضالا. وحمزة ما أزكاه من متوريع إماما صبورا للقرآن مرتيلا. روى خلف عنه وخلد الذي رواه سليم متقنا ومحصالا. وأما علي فالكسائي نعتوه لما كان في الإحرام فيه تسربالا.